أحيت الراهبة ميري كيروز بالتعاون مع جوقة السلام أمسية أناشيد تحت عنوان من وحي القدس، أقيمت على مسرح قصر الثقافة بعمان بحضور رسمي وكنسي واسع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. برعاية صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المعهد الملكي للدراسات الدينية، وبالتعاون مع السفارة اللبنانية بعمان والرابطة الأردنية اللبنانية، أحيت الأخت ماري كيروس وجوقة السلام أمسية أناشيد حب ورجاء من الشرق تحت عنوان من وحي القدس في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور أمين سر مجلس الحوار بين الأديان في الفاتيكان المطران ميغيل إنخل والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية والسفيرة اللبنانية في الأردن تريسي شمعون وشخصيات دبلوماسية وثقافية وفكرية ورجال دين إسلامي وضيوف عرب وأجانب وعدد كبير من المعجبين والمتابعين للفن الذي تقدمه الأخت ماري كيروس. وفي كلمته رحب سمو الأمير الحسن بالأخت ماري وأعضاء فرقتها جوقة السلام وبالحضور مؤكداً على أهمية الحوار العقلاني بين الأديان، مستذكراً في كلمته عظمة المشرق وعظمة الهوية العربية الجامعة والعلاقة التاريخية مع الكنيسة الرومانية الشرقية ممثلة برئيس جامعة بوخارست. أقول أننا نلتقي لنحتفل لقاء المشرق، نعم موضع شروق الشمس، نحن شرق وأنتم غرب، وفي كلا الحالتين نتحدث من منظورنا عن صراع الحق والباطل، ولكننا اليوم نتحدث عن كونية المنظور، عن السلام العالمي من حيث تمكين الإنسان وكرامة الإنسان. ومن جانبها رحبت سعادة السفيرة اللبنانية تريسي شمعون بالأخت الراهبة ماري كيروز اللبنانية الأصل القادمة من عاصمة الأنوار باريس لتغني للقدس مدينة النور والتسبيح والسلام. وأشاد معالي الأستاذ جري السماوي برسالة الأخت ميري التي تحملها وتقدمها للعالم من خلال هذا العطاء للفن الراقي والجميل، وهي أناشيد مكرسة للحب والرجاء والسلام. وفي هذه الأمسية الرائعة من الترانيم حمل النسيم الشرقي الشوق من مدينة التلال السبعة عمان مروراً بموقع معمودية السيد المسيح في المقطس إلى مدينة القدس بجولة روحية مزجت في غنائها التقنيات الغربية للأداء الديني مع الزخارف الصوتية للموسيقى الشرقية لا سيما التراتيل البيزنطية والسريانية والمارونية إلى أبعد مدى من السمو الروحي. يذكر أن الأخت ماري بدأت رحلتها في الغناء من لبنان بفترة الحرب الأهلية، وأسست عام 1984 فرقة السلام في بيروت التي كانت تعاني من بشاعة الحرب،
حيث دعت الأخت ماري العديد من زملائها من جميع الأطياف في لبنان إلى الاجتماع حول الموسيقى المقدسة ومحاولة دفع شر الحرب وبشاعتها بكل ما هو روحي وجميل. بالفعل كانت ترانيم ترفع الإنسان إلى السماء، لأنها صلوات وأدعية ومزامير بلحن شرقي جميل، بالإضافة إلى أن صوتها هو فعلا صوت سماوي يعطي رجاء ويعطي مزيد من الإيمان. وكان الجمهور الموجود هم المشاركون في المؤتمر من مسلمين ومسيحيين، والكل سر بهذه الأمسية، ونشكر الله ونطلب أن تتكرر هذه المؤتمرات التي فيها نقترب بعضنا من بعض في المحبة والشعور المتبادل. نحن بحاجة لهالأمسيات بشكل قوي جدا، وخاصة بهذا الوقت مهمة. يعني الأخت ماري أبدعت اليوم صوتا وأداء وروحانية مش طبيعية، يعني عيشتنا ساعتين من التأمل والمحبة لله. يعني كنا سعداء بوجودها، يعني كانت بتعكس الصورة الجميلة عن لبنان الحبيب. لأنه رسالة اليوم كانت فريدة من نوعها، لأنه عم نتوجه فيها للكون، لهالكون الكبير يلي فيه الناس عندهم ألوان عديدة وعندهم أديان عديدة وعندهم يمكن بس عندهم قلب واحد، عندهم لون دم واحد، وعندهم كمان متضويين كلهم بنور مثل ما أنتم عم تضوون بنور سات. بقى منشان هيك حبيت وصلهم هالرسالة يلي هي يونيفرسال كونية. كانت اليوم حبيت كل واحد يلاقي قلبه، يلاقي وجعه، يلاقي مهما كان ما يفكر بدينه. هيدا الرسالة كنت حبي وصلها، ونشكر الله بوجودكم وبسعيكم أنتم كمان. نور سات كمان الساعة خبروني أنه ساعدت كتير، وكانت السبونسور كمان تبعيت، الحمد لله. بقى إن شاء الله بيكون هالرسالة وصلت وتكون امتداد لهالنور اللي أنتم عم يشعوا من على المحطة.